تاريخيا حظيت سلطنة عمان بتاريخ طويل في تسهيل التجارة بين الشرق الأوسط وآسيا وشرق أفريقيا، وكجزء من رؤيتها المستقبلية 2020 تبذل السلطنة جهودا هائلة لتحضير الاقتصاد ما بعد النفط الذي يهدف إلى تنويع مصادر دخلها وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والاستفادة الكاملة من موقعها الاستراتيجي. الدقم المنطقة الاقتصادية الخاصة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعد المشروع الرائد في استراتيجية التنويع الاقتصادي في السلطنة بمساحة تبلغ 2000 كيلومتر مربع، والتي تنقسم إلى مناطق رئيسية وتشمل مشروع ميناء عالمي مجهز لاستقبال السفن العملاقة، مشروعا ضخما للحوض الجاف، مطارا دوليا، مجمع الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، منطقة الصناعات السمكية، منطقة تخزين النفط الخام، منطقة الخدمات اللوجستية، منطقة سكنية وتجارية، ومنطقة سياحية. تقدم المنطقة الاقتصادية مجموعة واسعة من الحوافز للمستثمرين من المزايا المالية والتشغيلية والخدمية، سعيا لإيجاد بيئة أعمال تنافسية تشجع الإنتاج والتجارة نحو الأسواق الخارجية. يقع على الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عمان ويطل على بحر العرب والمحيط الهندي. إنه المشروع المشترك بين حكومة سلطنة عمان وميناء أنتواب، والذي سيغير المشهد البحري في الشرق الأوسط. ميناء الدقم. ميناء الدقم هو محور تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة لإطلاق الإمكانات الكاملة لجميع الصناعات في الدقم وما حولها، من تسهيل استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات الجاهزة الصنع إلى الأسواق الخارجية بقناة يصل عمقها إلى 19 متراً ومجراً بعمق 18 متراً على طول محطات الميناء الحالية والمستقبلية. يجمع ميناء الدقم في تشكيلته الفريدة بين أدوار سلطة الميناء وإدارة تشغيل المحطات والمالك ل5000 هكتار من الأراضي الرئيسية في المنطقة المجاورة للميناء. ونظراً لموقعه القريب من أهم مشاريع النفط والغاز، بالإضافة إلى مشاريع التعدين في البلاد، يسعى ميناء الدقم إلى زيادة مستوى النشاط بشكل كبير في السنوات القادمة. بدعم من ميناء أنتواب، ثاني أكبر ميناء بحري في أوروبا، يقدم ميناء الدقم مجموعة واسعة من الخدمات، كخدمات الإرشاد البحري والزوارق القاطرة وإرساء السفن وإمداد السفن بالمياه العذبة وخدمات تزويد السفن بالوقود وتجميع ومعالجة النفايات وعمليات نقل البضائع بين السفن وتولي جميع العمليات لمنصات حفر آبار النفط العالمية. يقدم الميناء خدمات مميزة في جميع المحطات، ففي المرحلة الأولى يقوم ميناء الدقم بعمليات تشغيل الرصيف التجاري الواسع بطول 2 كيلومتر و200 متر و350 متراً عرضاً، والذي يستوعب حالياً محطة متعددة الأغراض تتعامل مع الشحنات مثل بضائع أنابيب النفط OCTG والأنابيب الخطية وشحنات ضخمة وشحنات مشاريع الأحمال الثقيلة وأكياس كبيرة وألواح فولاذية، كما تستوعب المرحلة الأولى محطة الحاويات للعمليات المبكرة، ما يسهل استيراد وتصدير الحاويات باستخدام خدمات النقل والإمداد التي تربط الدقم بالموانئ الإقليمية الأخرى، ومحطة البضائع الجافة التي تقوم بتصدير المعادن الصناعية مثل الحجر الجيري والدولوميت، والتي يتم استخراجها من المنطقة المجاورة مباشرة للميناء. كما ستباشر محطة الدحرجة لنقل المركبات العمل بالتزامن مع التشغيل الكامل لمحطة الحاويات في عام 2020. بصفته مالكاً للأراضي، يقدم ميناء الدقم أراضي مميزة بموجب اتفاقيات تأجير طويلة الأجل في المنطقة المجاورة للميناء للمستثمرين، ما يسمح لهم بتطوير مشاريعهم. يتمتع هؤلاء المستثمرون
بالمزايا الكاملة التي تطبق في المنطقة الاقتصادية الخاصة بأكملها. تبلغ مساحة الأرض اللوجستية حوالي 1000 هكتار يتم تطويرها للأنشطة اللوجستية والصناعية الخفيفة. أراضٍ داخل الميناء، وتشمل جميع الأراضي التي تتمتع بوصول مباشر إلى أرصفة الميناء. الأراضي الصناعية، حصلت شركة أراضي الدقم الصناعية شين ميم ميم إحدى الشركات التابعة لشركة ميناء الدقم على حق الانتفاع لأكثر من 2000 هكتار من الأراضي الصناعية المتوسطة والثقيلة والبتروكيماويات، والتي طورت المرحلة الأولى منها بالكامل. منطقة تخزين عمليات البضائع السائلة والجافة، خصصت مساحة واسعة قدرها 1375 هكتاراً في الجزء الشمالي من الميناء لأنشطة تخزين ومعالجة البضائع السائلة والبضائع الجافة، وتتمتع باتصال مباشر بأرصفة متعددة قادرة على استيعاب أكبر السفن في العالم. يواصل ميناء الدقم في التطور والنمو ليصبح مركزاً مهماً للاستثمار في المستقبل. وفي هذا الاتجاه يقدم ميناء الدقم حزمة كاملة إلى عملائه، حيث يجمع بين الموقع المتميز والأطر التشريعية والتنظيمية المميزة، ما يسمح بتوفير إمدادات معتمدة وموثوقة من المواد الأولية والقوى العاملة منخفضة التكلفة والمرافق التي يدعمها منفذ عالمي على أعلى مستوى وخدمات المحطات ذات الصلة. يبحر ميناء الدقم بثبات باعتباره رهاناً رابحاً، سعياً إلى أن يكون الميناء المفضل متعدد الأغراض في منطقة الشرق الأوسط.